مسيرة بهذا الانطلاق. نتابع التحدي، نتابع الإثارة. والخمسة كيلومترات هي أيضا الحاضرة بين هذه النوعيات المتميزة بشعارات أبناء القبائل. نتابع الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط والمنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا نتابع المختبر موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني ومن الجانب الآخر المنطلق هناك مبعد يأتينا بهذا الانطلاق مبارك بن سالم جار الله بن سالمين المري. وعلى المركز الثالث يأتي مزاحم أحمد بن ناصر بن راشد المشرفي من ينطلق على المركز الثالث. والمركز الرابع شاهين علي بن شخبوط بن علي لكعبي من ينطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس يأتينا ملفت مبارك بن سهيل بن ربيع المحرمي، وهنا يأتي شاهين سالم بن راشد بومقيريع المنصوري هنا من ينطلق على المركز الخامس في هذه اللحظات. والمركز السابع هنا الوثباوي سعيد بن خليفة بالضبيب الشامسي من يقدم الوثباوي على المركز السابع. وفي المركز الثامن والقادم بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل هنا بهذه التحديات والإثارة نتابع هنا الانطلاق. نتابع هنا الوهق لسالم بسيب بن مصبح بن كاسب المسافري من يقدم لنا الوهق بهذه الانطلاقة. وتاسع مراكزنا المركز التاسع هنا قادم بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. ويأتينا هنا كفو لصالح بن حمد بن حمدان لوهيبي. وعلى المركز العاشر ياتي شاهين مبارك بن عامر بن علي بن عبد الله الحبسي من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نها على حضراتكم، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول والتغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. مبعد من انطلق لمبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين المري على الصدارة وعلى المقدمة. يأتي مزاحم لأحمد بن ناصر بن راشد المشرفي على المركز الثاني. والمركز الثالث المختبر موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى من يأتينا على المركز الثالث. والمركز الرابع شاهين علي بن شخبوط بن علي الكعبي القادم من ميدان الطيب. هذا الانطلاق يشاركنا ضية هذا الميدان المركز الخامس وخامس المراكز. القادم شاهين سالم بن راشد ومقريعة هنا المنصوري من ينطلق على المركز الخامس. والمركز السادس كفو صالح بن حمد بن حمدان لوهيبي يأتينا سادسا. وعلى المركز السابع والقادم هنا شاهين راكان بن محمد بن سعيد بن سالم العمري من ينطلق شعار ولد السهران. ومن الجانب الآخر ملفت مبارك بن سهيل بن ربيع المحرمي. وعلى المركز التاسع والأسماء القادمة المركز التاسع والقادم بهذه اللحظات هنا والمتسلل بهذا الانطلاق الشقردي. هنا راشد بن الصغير بن قانون بن يرادة الاكتبي من يقدم الشقردي بهذا الانطلاق الجميل. ومن الجانب الآخر يأتينا شاهين مبارك بن عامر بن علي الحبسي منطلقا. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة والأسماء قادمة ولكن الصدارة مع مزاحم أحمد بن ناصر بن راشد المشرفي من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط.
المركز الثاني المركز الثوري وياتينا الشقردي. الشقردي راشد بن الصغير بن غنوم من إرادة لقتبي من يقدم الشقردي هذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل والتحدي. هنا نتابع مشاهدينا الكرام شاهين مع الكيلومتر الأخير راكان بن محمد بن سعيد بن سالم العمري والقادم هنا الخليجي خليجي سالم بن محمد بن عفس الشامسي من يقدم الخليجي ومن الجانب الآخر الطاير حمد بن سعيد بن حمد المدهوشي ويأتينا مهوي حامد بن ناصر بن علي النعيمي. ولكن أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة إلى مزاح محمد بن ناصر بن راشد المشرفي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق وهذا الأداء الجميل. ويأتينا الشقردي راشد بن الصغير بن غنوم بن إرادة لقتبي والقادم شاهين مبارك بن عامر بن علي الحبسي على المركز الثالث. ولكن مزاحم مزاحم على الصدارة مزاحم على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور مزوحم مزاحم من البداية وهو أيضا في صلب المنافس الثلاث المراكز الاولى انفرد هنا اللحظات الاخيره امزاح احمد بن ناصر بن راشد المشرفي والقادم الشقردي. الشقردي الشقردي القادم بكل قوه الشقردي هنا بهذا الانطلاق والاداء الشقردي 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 راشد بن الصغير بقانون بيراده سلام جميره سلام ولحظه الوصول لقط النهايه. المركز الثاني مزاحم لاحمد بن ناصر بن راشد المشرفي ووصل هنا يأتينا شاهين بارك بن عامر بن علي الحبسي والوصول من قبل مسكة سالم بن راهب السرداح لقتبي وهناك يأتينا الزاري هنا بهذه الانطلاقة لراشد بن سالم بن علي العويسي هنا بهذه الانطلاقة والتحدي الجميل. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول الشقردي إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس 7:41 جزء واحد من الثانية توقيت زمني. تهانينا والناموسي على هذا الفوز الجميل راشد بن الصغير بن غنوم بن إرادة الكتبي بينما أتانا أمزاحم لأحمد بن ناصر بن راشد المشرفي 4:42 وفاء وتماما وكمالا. والمركز الثالث أتانا شاهين على المركز الثالث بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء المميز الجميل هنا وانطلاقة 7:43 وأيضا 5 من الأجزاء من الثانية لمبارك بن عامر بن علي الحبسي. تهانينا له ناموس على هذا الفوز.